ملفات وقضايا مختلفة مطروحة على مائدة الحوار الوطني، وعلشان كده زميل مصطفى نزار أجرى لقاء آخر مع الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية من مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. خليني أبدأ مع حضرتك اقتباسا من كلمات فخامة الرئيس في أحد المنتديات، كان بيوجه كلامه لزعماء العالم وبيقول لهم استمعوا إلى شبابكم. كانت رسالة ورؤية وأصبح يمكن نهج، ولقينا دلوقتي دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني هو تطبيق لهذه الرؤية، وأيضا ليس فقط الشباب بل ذوي الخبرة وكافة الأطياف وكافة الأيديولوجيات نتكلم ونسمع بعض. احنا بنفكر المستقبل بلدنا، القرار تشاركي، القرار بمنتهى الشفافية والحيادية، خاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة ولوجستيات الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيديولوجية. فطبعا يعني الموضوع بالنسبة لنا كشباب، لو هتكلمني كرؤيتنا كشباب، لا كان الموضوع مباشر جدا. الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا، ويمكن احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عارفين قيمة هذه المخرجات في يوم من الأيام هتكون ازاي، لأن احنا في الأساس كتنسيقية احنا طاولة حوار، احنا صورة مصغرة من الحوار الوطني كبايلوت أو كنموذج أولي للحوار الوطني. شاهدنا قد إيه الفكر ده نجح معانا، شاهدنا قد إيه تقبلنا وأخيرا قدرنا نسمع بعض من أقصى اليسار لأقصى اليمين للوسط للمستقل للحزبي. فإذا كانت دايما بتطلع من عندنا ملفات عمل تخدم الدولة المصرية. هو خير مثال في ده يا دكتورة غادة انه التنسيقية ممثلة في داخلها من كل الأطياف. بالظبط كده، ده اللي انا قصدي اقوله، احنا ممثلين من كافة أطياف الفكر السياسي وايضا غير الخبراء والمهنيين والأكاديميين. ده نفس شكل الحوار الوطني لما بنقعد يعني نتبادل الرؤى ونوصل لحل، لإما توافقي لتشاركي، لإما حل احنا شايفينه خلاص هو ده مستقبل وصالح بلدنا، هو ده التوافق على هنا. احنا بنأمل تكون هي نفس الشكل في مخرجات الحوار الوطني، نتفق على رؤية وطن. طيب دكتورة غادة، يعني المحاور كثيرة ومتعددة والحديث فيها يطول بتفصيلاته المختلفة، لكن أتحدث مع حضرتك بحكم التخصص أو قرب التخصص سواء في البرلمان أو في الجامعة، وهو قريب من الجانب الاقتصادي. لو أتحدث معك عن المحور الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، هل نحن في احتياج لقوانين وتشريعات جديدة تسن من أجل مواكبة التطور في الجانب الاقتصادي؟ يعني أم ما الذي يمكن أن نقدمه في الحوار الوطني للجانب الاقتصادي؟ الحقيقة الحوار الوطني يعني وضعنا في موضع كاشف لكافة مشاكل المحور الاقتصادي. طول الوقت بنتكلم ان احنا عندنا مشاكل، لكن كل حد بيتكلم في مشكلة تمسه بشكل ما عن قرب في حياته الاقتصادية، ولكن هذا الحوار وضع جميع الأطياف وجميع الجهات أمام كافة المشاكل الاقتصادية، سواء التحديات الداخلية أو الخارجية المفروضة علينا. ان احنا نسن، ده رأيي كعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكعضو اللجنة الاقتصادية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نسن المزيد من التشريعات. يعني أنا عاوز أقول لك يا أستاذ مصطفى، الحقيقة إحنا محتاجين استقرار تشريعي أكتر من المزيد من التشريعات، محتاجين تنقيح وتنقيط التشريعات القائمة، لأن في منها اللي فيه حزم محفزات للاستثمار، يعني ما نحلمش يكون في أكتر من كده، ولكن بنقف في آلية التنفيذ. الجهات المنفذة، الجهات التنفيذية القائمة على الأمر، تعدد الولايات وما إلى غير ذلك. فإذا احنا في وضع بنتكلم ان المستقبل، يعني المستثمر يا جماعة مش عاوز يتفاجئ، تعب من المفاجآت، سواء على فكرة المفاجآت دي مفاجآت إيجابية لصالحه ولا مفاجآت سلبية ضده، هو عاوز استقرار عشان يقدر يخطط موارده ويخطط ويدير مخاطره اللي جاية ايه. كل كتر التشريعات وكتر القرارات مع عدم متابعة أثار تنفيذها أو جودة تنفيذها، يمكن ده اللي بيحطنا دلوقتي قدام مسؤوليتنا في الحوار الوطني، إن احنا التنسيق ووضع إطار مؤسسي حاكم ما بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار تحت أمبريلا أو مظلة عليا للاستثمار تحكم، وليست فقط تضع السياسات بل تتابعها وتحسن من نتائجها. هو ده اللي عاوز المستثمر يتكلم مع
جهة واحدة تطمنوا على مستقبل استثماراته. طيب لو هروح لمحور تاني وده في عجالة أيضا، محور الاجتماعي، وتحدثنا فيه عن قضايا ملحة، تمكين الشباب، تمكين المرأة، صحة المرأة، الصحة العامة، تماسك الأسرة والمجتمع، ويعني التعليم آخرها، جلسات في التعليم والزيادة السكانية. المحور الاجتماعي في غاية الأهمية دكتورة غادة، رؤيتكم في تنسيق شباب الأحزاب للمحور الاجتماعي أو رؤية حضرتك الشخصية؟ يعني احنا عندنا في التنسيقيه دايما بنخاطب المستقبل. المحور الاجتماعي على قد ما بنقول التحديات اللي عندنا ايه، لازم نبص كمان للفرص اللي جايه ايه. يعني الشباب، الهويه المصريه، احنا فين من الحفاظ على هذه الهويه وطرح يعني مقترحات للحفاظ عليها، بس تكون دايما مقترحاتنا بتخاطب الواقع، بتخاطب الوضع المتغير للعالم، ما نتكلمش برؤى يمكن ما ينفعش نطبقها دلوقتي. حتى في التعامل مع الشباب وتمكين الشباب وتأهيل الشباب وتدريب الشباب، حتى واحنا بنتكلم في ملف التعليم، انا يمكن النهارده كنت يعني شايفه ان في رؤيه واحنا بنتكلم عن جوده التعليم. لا نغفل أهمية التربية مع التعليم. نعم. لأن التربية هي تقويم الشخصية اللي هتتعلم، الانتماء والهوية المصرية داخل جزء منها في التعليم. فهي الفكرة المحور المجتمعي هو متشابك وكله يؤدي إلى نفس الحصيلة، الثقافة المصرية بجميع محاورها.